أجمل ذكريات الثورة هي كانت في بدايتها بانطلاق المظاهرات ومحبة الناس لبعضها، ونستنى الأسبوع من الجمعة للجمعة حتى نطلع المظاهرة ونهتف ونكون على قلب واحد. في ثمن للحرية، في ثمن للشيء اللي طلعنا فيه، ثمن للأسف الشديد كان كبير جدا، عدد الشهداء اللي فقدناهم، المعتقلين كمان اللي ما زالوا قابعين في غياهب سجون النظام. ما كنا متوقعين نوصل لهالشيء، بس في ثمن ولابد من دفع ثمن لنيلك للحرية. نتأمل يعني إن شاء الله العالم تعيش بسلام ونخلص من الطاغي ونخلص من الطيران، والعالم تعيش في بيوتها بأمان وسلام. يعني ما طلبنا أكثر من هيك.